بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد بدر التمام ونور الظلام وغاية الغمام وعلى آله. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات مع المصطفى صلى الله عليه وآله، وصفة جديدة وقصة جديدة من قصص سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. صفة النهاردة هي صفة قادرة إنها تحل أي أزمة في الحياة، تنجح أي علاقة سواء كانت علاقة صداقة أو كان شريك الحياة. الصفة دي هي الإنصات، إنك تسمع للي قدامك، تسيبه يفضفض ويكلم، تسيبه يطلع كل اللي جواه من غير ما يخاف إنك تصدر عليه أحكام أو إنك تقيمه أو إنك تغير رأيك فيه أو إنك تعيره باللي حكاه لك في يوم من الأيام. وأعظم حد جسد هذه الصفة هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قصة رواها لنا الإمام البخاري عن ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قصة مشهورة جدا اسمها قصة أم زرع. قصة دي بتحكي إن ستنا عائشة في يوم من الأيام سيدنا رسول الله راجع من بره، وسيدنا رسول الله مش زي أي زوج في الدنيا، ممكن يكون بس تعبان من الشغل، تعبان من ضغط الشغل. سيدنا رسول الله وراه مسؤوليات الأمة كلها، وراه غزوات، وراه معارك، وراه فتوحات، وراه أمة شايلها على ظهره عليه الصلاة والسلام. فيرجع في يوم من الأيام بيته صلى الله عليه وآله وسلم، فستنا عائشة تقول له: يا رسول الله، ممكن تقعد معايا؟ عايز أحكي لك موضوع. أي زوج في الدنيا مروح تعبان هيقول لمراته: أنا مش تعبان، مش عايز أتكلم. لكن سيدنا رسول الله يقعد ويسمع. ونفاجئك بالقصة اللي ستنا عائشة هتحكيها لسيدنا رسول الله، تقول له إيه؟ قالت: يا رسول الله، في الجاهلية، بتحكي له حاجة حصلت في الجاهلية. يا رسول الله، كنا في الجاهلية قعدنا يوما أنا وإحدى عشرة امرأة، وتعاقدنا وتعاهدنا ألا يكتبنا من أخبار أزواجهن شيئا. قعدنا مرة 11 ست زمان في الجاهلية، وكل ست متجوزة قالت إنها هتحكي كل حاجة عن زوجها من غير ما نكتم أسرار على بعض، وكل واحدة هتقول عيوب زوجها أو مميزاته. قالت الأولى، قالت الثانية، تالتة، الرابعة، الخامسة، ستة، عشرة. قعد يسمع عليه الصلاة والسلام حكاية 11 ست. كان ممكن يقول لها: أنا مش فاضي أسمع الكلام ده، تيب سمعيني قصص الستات دي ليه عائشة. أو أقول لك حاجة، كان ممكن يبدأ يديها دروس ويبدأ يقيمها ويقولها: أصلا دي قعدة نميمة، أصلا دي قعدة لا تجوز، أصلا على فكرة الغيبة حرام. كان ممكن يقعد يقيمها وتتقلب موعظة بدل ما هي فضفضة بين زوج وزوج. سيدنا رسول الله يقعد يسمع قصة الحداشر زوجة، ومش بيسمع وهو مركز في حاجة تانية، هو مركز مع ستنا عائشة جدا، وحسبت لك ازاي دلوقتي. قعدت تحكي لحد ما وصلت للزوجة العشرة، وبعدين جا دور الزوجة الحداشر بطلة القصة اللي تسمى بسببها حديث أم زرع. قالت: يا رسول الله، قالت الحادية عشر وكان اسمها أم زرع، قالت: أما زوجي أبو زرع، وما أدراكم ما أبو زرع. هتبدأ تمدح في زوجها أبو زرع. قالت: أبو زرع، وما أدراكم من أبو زرع، أناخ من حلي أذني وبجحني فبجحت إلي نفسي. كلام صعب، عشان هم طبعا اللغة العربية عندهم قوية. بتقول: أناخ من حلي أذني، يعني من كتر ما هو بيلبسني ذهب وداني بقت توجعني من كتر ما الحلقان الذهب كتيرة وتقيلة. وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني قعد يقول لي: أنت جميلة، أنت قمر، أنت فظيعة، لحد ما صدقت أن أنا كده فعلا. كنت عنده أقول فلا أقبح وأشرب فأتقنح. أقول فلا أقبح يعني أقول كلام ما يقوليش إيه اللي بتقوليه ده، أي حاجة أقولها تبقى حلوة عنده. أشرب فأتقنح يعني أما أجي أشرب شوية عصير مثلا يقولي اشربي حبة كمان، طب كل حبة كمان، دلع ما فيش بعد كده. ثم في يوم رأى امرأة فأعجبته فطلقني وتزوجها. عارف اللي وقع من الدور الحداشر لحد الدور الأرضي بعد كل الحب ده؟ طلقني. وهي بتوصف أبو زرع جوزها لدرجة أن ستنا عائشة بتقول: فجعلت تصف زوجها أبو زرع حتى وصفت أم زرع، ووصفت بيت أبي زرع حتى وصفت كلب أبي زرع، كتر حبها فيه. بعد كل ده بتقول: فطلقني وتزوج امرأة ثانية.
ومزارع بتكمل القصة وتقول ثم نكحت بعده زوجا آخر، جوزت زوج تاني. بتقول فتزوجت بعده رجلا ثريا راكب شرية، يعني كان عنده خيل كتير وكان عنده غنم كتير، ده كان الغنى وقتها. وأعطاني من كل رائحة زوجة، كل عطر جاب لي منه اثنين. وقال كلي يا أم زرع وقري عينا وأكلي أهلك كمان، فوالله لو جمعت كل شيء أعطاني الزوج الأخير، لو جمعت كل حاجة بالي ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. تبقى قد أصغر حاجة عند أبو زرع، تحب جوزها الأولين. سكتت ستين عايشة. ودلوقتي يجي الرد العبقري من سيدنا رسول الله اللي يثبت لك ان هو كان مركز في كل كلمة قالتها ستنا عائشة. اي ست في الدنيا بيبقى دايما عندها insecurities، بتبقى دايما خايفة لحسن زوجها يبص لوحدة تانية، لحسن يبطل يحبها، دي حاجة مخلوقة في اي ست في الدنيا. فستنا عائشة زي اي ست، هي دلوقتي عايزة تسمع ايه؟ هي دلوقتي عايزة تسمع سيدنا رسول الله بيقول لها انا مستحيل اطلقك. وفعلا قال صلى الله عليه وآله يا عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني أنا بحبك نفس الحب اللي بيحبه أبو زرع لأم زرع، غير أنني لن أطلقك أبدا. صلى الله على سيدنا رسول الله، أعظم مستمع في الوجود صلوات الله وسلامه عليه. قصة تانية برضو جميلة روهن الإمام القرطبي بسند صحيح، إن سيدنا رسول الله مرة كان قاعد وجاله واحد من الصحابة لسه مسلم جديد، قال يا رسول الله إني راغب في الإسلام ولكن عندي ذنب في الجاهلية، أستحي منه يا رسول الله. كأنه عاوز يقول له يا سيدنا النبي أنا عايز أسلم بس أنا في ذنب موقفني، في ذنب مكسوف منه قدام ربنا. هيبدأ يطلع اللي جواه لسيدنا النبي، كان ممكن سيدنا النبي يقول له أنت إزاي تعمل كده، بس سيدنا رسول الله بيخلي اللي قدامه يرتاح ويحكي. لو قدرت تعمل كده وتخلي اللي قدامك يحكي لك من غير ما يبقى مكسوف، هتبقى أحسن صاحب في الوجود، وعمر ما حد يقدر ياخد مكانك. فقال صلى الله عليه وآله لا تخف، إنما الإسلام يجب ما قبله. قال له يا رسول الله بس أنا ذنبي كبير. قال له احكي ولكن الإسلام يجب ما قبله. هيبدأ دلوقتي يحكي وهو قلبه مطمئن. قال يا رسول الله كنت في الجاهلية وكانت لي ابنة ولدت لي، فلما ولدت كرهت ذلك وأردت أن أوئدها، فخافت أمها عليها فكانت أمها بتخبيها مني، لحد ما جينا في يوم قلت لأمها هاتيها نزور أعمامها، فزينتها وجهزتها وأخذتها بيدي وكانت تعقل وكانت تميز صوتي، يعني أقول لها يا فلانة تقول لي نعم يا بابا عارفين. فأخذتها من يدها يوما وخرجنا أتظاهر أننا سنزور أعمامها، ومشينا لحد ما كنا في نص الصحراء فحفرت لها قبر، فجعلت تحفر معي، هي مش فاهمة، يمكن لعبة مثلا، هي مش فاهمة. فحفرت لها قبر ثم دليتها فيه، وكان آخر عهدي بها وهي تقول يا أبتاه، ثم اختفى صوتها. صلى الله عليه وآله وسلم، الصحابة بيقولوا فنظرنا إلى رسول الله فإذا لحيته قد ابتلت من الدموع. فواحد من الصحابة قال له اصمت وكف، لقد أحزنت رسول الله، اسكت بقى، أحزنت سيدنا النبي. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقل له ذلك، فإنما يشكو ما أهمه، لا تخف، إن الإسلام يجب ما قبله. صلى الله على سيدنا رسول الله، بيسيبك تشكي اللي جواك، لدرجة إن ورد عند الإمام مسلم من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه إن كان في واحدة في المدينة معروف عنها إن عقلها فيه شيء، يعني فيها شوية عدم اتزان، وكانت دايما تمشي في الشوارع تقول كلام غريب لأنها ما كانتش عقلها مستقيم. فكل ما تشوف سيدنا النبي تقول له أنا عايز أكلمك يا رسول الله، عايزك في موضوع مهم، هي مش عايزة حاجة. فكان يقعد معاها ويقول لها أجل انظري أي سكك أردت، تحبي نقعد نتكلم فين، نقعد في المنطقة دي، نقعد هنا ولا نقعد هنا ولا نقعد هنا، ويقعد يتكلم معها فلا ينصرف حتى تقضي حاجتها. إحنا دلوقتي لو واحد مجنون جا كلمك هتنفر منه وتبعد، سيدنا رسول الله كان يقعد يسمع حتى لو حد مجنون. صلى الله على سيدنا رسول الله.
فاللهم يا ربنا خلقنا بأخلاق المصطفى وأصحابه الأطهار، وارزقنا يا ربنا جوارهم في دار القرار، ورزقنا الإنصات، ورزقنا حسن الاستماع، فنكون عندك من الأوفياء الأبرار. نشوفكم الحلقة الجاية مع المصطفى. شكرا، السلام عليكم.